الو، الو، مين معايا؟ ايه مش فاكر صوتي. لا معلش مش واخد بالي. عموما انت عندك حق تزعل مني، انا اسفه يعني عشان المره اللي اتعاملت معاك بطريقه سخيفه المره اللي فاتت، بس معلش عشان كان عندي شويه مشاكل، والناس اللي انت شفتهم خارجين من عندي كانوا يعني جايبين لي اخبار وحشه، وبعدين انت طول الوقت بتعاملني كده زي ما اكون متهمه عندك وبتحقق معايا، فيعني الحاجات دي عصبتني شويه. ما تزعلش مني خالص. طبعا متهمه ايه، وبعدين انا مش زعلان خلاص، المهم انت تبقي كويسه. بعدين يا ستي لو في عندك اي مشاكل ما تحكيها لي وانا هتلاقيني جنبك. متشكره. طب عشان ما اطولش عليك، كان في قريبتي كوريا اللي انا عايشه عندها، يعني اللي شقتها كان عليها مشاكل، فاكرها؟ اه فاكرها طبعا، الكوافير. اه خطيبها بقى اسمه ابراهيم نوح السيد، كان جاله استدعى من النيابه، وهو قلق قوي عايز يعرف يعني الاستدعاء ده عشان ايه، فلو تقدر يعني تعرف لنا. بسيطه خالص، انا بكره الصبح اول ما اوصل الاسم اشوف لك لو ليه اي محاضره عندنا اتحولت للنيابه ولا لا، ولو في هعرف لك ايه السبب بالظبط. مش ده رقمك؟ اه رقمي رقمي. خلاص انا هسجله واكلمك بكره اقول لك ايه الاخبار. بس بقول لك ايه، هتعامليني زي ما بتعامليني دلوقتي مش زي قبل كده؟ لا 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 اكيد اكيد زي دلوقتي. يلا باي باي. ما بتكلموهش جتنا نيل، احنا لو بنعرف نتساوي كده ما كانش ده بقى حل. بتقولي ايه؟ ها؟ بقول متشكرين يا جولي. العفو يا كوريا. الو؟ ايوه يا بابا، ازيك؟ اهلا، ازيك يا ست نجوان؟ لفت الفلوس لوحدك وسايبانا حالنا متبهدل. ليه؟ هو في حاجه حصلت؟ في حاجه؟ في حاجات يا اختي. امك جالها فشل كلوي وراقده في المستشفى. يا نهار ابيض، فشل كلوي مرة واحدة؟ هما المرتين؟ اه مرة واحدة. محتاجة غسيل كلوي 8 مرات في الشهر ب 8000 جنيه، الجلسة الواحدة ب 1000 جنيه. مش مهم الفلوس، أنا هبعت لك، بس المهم ماما تبقى كويسة. بلا 60 نيلة أهي راقدت، مين بقى يا أخت اللي هيصرف على البيت إن شاء الله؟ ما قدامناش غيرك. ابعتي لنا كل شهر ال 8000 بتوع الغسيل، وفوقيهم كام ألف كده لمصاريف إخواتك، مصاريفهم بقت تقطم الوسط. طيب حاضر يا بابا، أنا هبعت لك على الوستر يونيو زي المرة اللي فاتت، المهم خلي بالك من ماما. يلا باي دلوقتي. ها باي باي باي. جاتك نيلة في لغات أمك، ما تقولي مع السلامة. يا دي النكد اللي أنا فيه، لسه هروح أفتح. طيب طيب، ايه ده جايبينها لي كده ليه؟ انا لا بعرف اكل ولا اشرب ولا طفح ولا عندي نص جنيه في البيت حتى. الله هيكرمك يا ابو نجوان، انا مش طالبه يا اخويا غير اني اترمى على فرشتي، والدكتور قال ان انا هتحسن بعد الغسيل. انزلي يا اختي هاتي لك قرشين تغسلي بيهم. ايه ده انت بتكلمها كده ازاي؟ واحدة عيانة قدامك يا أخي عندها فشل كلوي، قولها ربنا يشفيكي إن شاء الله تقومي بالسلامة، مش عمال تسم بدلها كده بكلامك. جرى إيه يا أختي؟ أنت هتعملي لي فيها أبلة فيتة وتوعظينا؟ ما تغوري في داهية، واحد بيتكلم مع مراته، إيش حشرك أنت؟ معلش يا بنتي امسحي فيا، حقك علي حقك علي. ربنا يكون في عونك يا أم نجوان. السلام عليكم يا أخت جمالات. هلو، أهلا وسهلا. مين الراجل ده؟ ده الشيخ ناصر يا سندس. أنا بحب الشيوخ قوي قوي قوي، عارفة ليه؟ ليه؟ علشان بيودونا نحج ويعلمونا نقول إيه. أنا هحج إمتى بقى؟ إن شاء الله ربنا يكتبها لك يا ست سندس. بعد إذنك يا أختي، كنت حابب ألفت نظرك لحاجة بسيطة كده. اتفضل. هذه المجسمات الموضوعة في فترينة العرض المسماة بالملكانات، ألا ترين فيها فتنة؟ يعني إيه؟ هذه المجسمات أنا ترين فيها فتنة؟ فتنة؟ دي بلاستيك. أفهم هذا جيدا، ولكنها منحوتة بمهارة كأنها أنثى متفجرة الأنوثة ملفوفة القوام، وشباب منطقتنا من الفقراء ممن يصعب عليهم توفير نفقات الزواج لمشاهدة النساء الحقيقيات، وأنا بعيني شاهدت كثير من أبنائنا سائق التكاتئ وهم يهدئون السرعة ليتأملوا هذه المجسمات والعياذ بالله. العياذ بالله،
يعني هو انا صحيح مش فاهمه ولا كلمه من اللي حضرتك بتقوله، بس واضح انه كلام مهم. ولكنني وقفت اراقب المحل طويلا حتى وجدته خاليا وتجرأت وقلت اكلمك. لا انا مش متضايقه خالص، بالعكس حضرتك يعني بتقوم بدورك شيخ في الاريا في المنطقه قصدي. والله خير القيام يا اختي جمالات، اقيم الشعائر واقيم الصلاه وام المصلين، كل هذا نظير 750 جنيه شهريا بكافه مشتملاتي. مشتملاتي ما شاء الله، تبارك الله تبارك الله. بارك الله فيك. بعد اذنك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. على مهلك وانت ماشي. الراجل ده عايز ايه؟ مش عرفني، بيقولي لازم ألبس المكنات. مكنات؟ لبس المكنات ويشتغلوا ازاي؟ هو أنا ناقصاك انت كمان؟ حرام عليك. خد يا حبيبتي ردي على التليفون. ألو. صباح الخير. صباح النور. كويسة النهاردة ولا لسه مضغوطة؟ لا كويسة، بقت أحسن. أنا خليتهم دوروا على القضية بتاعت إبراهيم نوح ده، طلع معمول فيه بلاغ بسرقة ميكروباص، بس هو طبعا اتهام من غير لا شهود ولا أي حاجة، وعشان كده اتعمل له استدعاء مش ضبط وإحضار، بس طبعا لازم يروح وينكر عشان ما تتعملش قضيه وتحكم عليه غياب. خلاص حاضر، انا هقول لكوريا عشان تقول له. ومتشكره قوي لحضرتك تعبتك معايا. حضرتك اول حاجه ما تقوليليش حضرتك، ثانيا ما تشكرنيش، وانا عايزك تخلي بالك من نفسك، دي احسن طريقه تشكريني بيها. خلاص ماشي، يلا باي باي. مالك يا بيت؟ ساهمت كده ليه؟ صح صح الأكل عيشك، لحسن بعدنا أقوم أكسرك. انت تحط شوية زيت عليهم حتة دهن جاموسي. دهن جاموسة؟ آه عشان يدوا ريح، وبعد كده تروح فاقع الكبدة والسجق ورادمهم فلفل أخضر وطماطم وبهارات. لما تيجي تعبي بقى ها ما تدبش السكينة في الرغيف لحد آخره عشان ما يبهوأش ويطلب مونة زيادة. بص نص فتح ها، وتمسك المقصوصة ويدوب، شوف يدوب لحسة كبدة، وتكمل بطحينه. الكيلو يعمل معاك من 80 ل 100 رغيف، اقل من كده تبقى حمار. اسمع يا واد منه، ما تصدرش الطرشه يا ولا، شوفوا بيشتغل الناس ازاي عشان ما حدش يشتغلك يا عبيط. امال الزبون هياكل ايه؟ مخلل. تدي له مخلل على قد ما تقدر، المخلل بيضيع طعم الرغيف الحار. ياكل اللي ياكل يا اخويا، ما ان شاء الله ما اكل. هو الرغيف ابو كيلو كبده و2 كيلو سجق يا اخويا. ازيك يا مسوك؟ ازيك يا سوق؟ تعالى هيما عاوزاك. ايه خير؟ القضية اللي عليك طلعت بتاعت سرقة الميكروباص، والواد الضابط قال للبت جمالات انك لازم تروح عشان ما تنتصش فيها حكم، وبيقول لك كمان لازم تنكر، ما هو ما فيش شهود ولا حاجة. ماشي ماشي، هروح بكره اشوف الموضوع ده. ماشي. بس ايه موضوع البت مع الضابط؟ منطقة ضيقة يا كوريا والريحة هتفحفح. ادي نفعتك يا اخويا، كنت هتعرف مين اللي فيها لو ما كانوش بيكلموا بعض. قشطه، طالما فيها مصلحه قشطه. البت يا اخويا عماله توشوش في الواد كان احنا غربه. هو احنا غربه يا ولد؟ احنا غراب ياما، وخليكي في حالك بقى. الله يخرب بيتك يا سوق، يا سوق هتولع.